هذه المباراة ضربة زاوية الآن ملعوبة من محمد الشلهوب. الله، جول عادل هرمان، جول، الهدف الأول للزعيم، الهدف الأول للزعيم، سجل عادل هرمان. يسجل أول أهداف الهلال، أول أجوال الهلال في المباراة. عادل هرمش أخيرا يسجل للزعيم. عادل هرمش يصوب كرة تصعب على مبروك زايد وفيها الهدف الأول للهلال. جول عادل هرمش يتقدم.